وللمزيد حول تفشي الفساد وأثره على زيادة نسب البطالة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الياور. أهلا بك دكتور هشام. بداية، أرجع برلماني من محافظة صلاح الدين نقص الخدمات في المحافظة إلى الفساد والصراعات الحزبية، ماذا تمثل شكوى ممثل صلاح الدين في باقي المحافظات التي يضربها الفساد الحكومي؟ تفضل. شكرا. هذه الحالة يبدو هي حالة عامة، يعني مو حالة محددة في المحافظة أو على مسؤول. نعم. مع الأسف يعني أخذ الحالة امتداد في كل المحافظات، يعني هذا مال صلاح الدين. مخزن 3 مرات يخصصون تخصيصات ثم يتم سحب التخصيصات. نعم. وتصرف في الأغراض الخاصة. لو كان هناك اكو جهه معينه عن الرقابه وعن المتابعه ما يمكن يكون هذا العبث. اثنين، يعني وضع العام للموازنه ما مستقره. 2014 ماكو موازنه. حاليا الموازنه ما موجوده وتصرف 1.5. يعني اكو مشاريع متطلبات ان يكون حجم الصرف يتوافق مع فتره التنفيذ. طيب اذا كان فتره التنفيذ ما متوفر رصيد او ما متوفر تخصيص، نعم، بالتاكيد سيتاخر تنفيذ المشروع. علما انه الوضع الحالي دوله يردها شهريا اكثر من 10 مليار دولار الى 12. شنو هالفوضى الموجوده؟ نعم. لا وجود مشاريع جديده، لا ماخذين دور بتاخفيض حجم الديون الموجودة التي بدأت تمثل ثقل على الموازنة. هل تعلم أن تتجاوز 5 مليار دولار سنويا فوائد تسمى لخدمة الديون؟ ويا ريت هذه الديون كانت لمشاريع ذات إنتاجية ممكن أن تتواصى بالعائد. كلها مشاريع معظمها خدمية غير متكاملة كما هي في صلاحي. دكتور هشام، باعتراف برهم صالح منذ فترة فإن 150 مليار دولار هربت من العراق إلى الخارج منذ عام 2003. السؤال هنا، أين إذن وعود الحكومات الحالية والسابقة والتي تضع على رأس برامجها مكافحة الفساد؟ يا أخي الفساد ممتد طولا وعرضا، ومع الأسف الفساد متأصل في القيادات المسؤولة عن إدارة البلد. بالتأكيد يعني ما ذكر رئيس الجمهورية قد لا يكون هذا المبلغ هو الحقيقي. نعم. لأن العائد الذي دخل للعراق منذ 2003 إلى حد الآن نسبة كبيرة منه يعني هربت إلى الخارج ودخلت في مشاريع خارجية. شوف الحالة الذي بيعيشها الوضع بارتفاع الاراضي في العراق. شنو الدافع اللي خلى هذا الارتفاع؟ لانه عمليه التحويل الخارجي في بعض البنوك اصبحت غير مجزئه للبعض، لانه مثلا في لبنان كانت ضربه كبيره وفي سوريا وفي بعض الدول الاخرى. فاخذوا يعني حولوا من الخارج الى الداخل. هذا ايضا معرقل للمشاريع المستقبلية. يعني أي موظف بعد يقدر يبني البيت أو يقدر يأخذه مأجر أو أي مشروع اقتصادي ممكن أن يكون بهذه الكلفة العالية من ما هو موجود من ارتفاع في. طيب، هذه المليارات دكتور هشام، هذه المليارات التي تهرب كيف يمكن أن تؤثر على الوضع الاقتصادي للعراقيين المطالبين بتوفير فرص عمل؟ هذا في حال لو أنها لم تهرب. نعم دكتور هشام، هل وصلك سؤالي؟ أعيده عليك على أي حال. يعني هذه المليارات التي هربت خارج العراق كيف يمكن أن تؤثر على تحسين الواقع الاقتصادي لسيما للشباب العاطلين عن العمل في حال لو أن مثل هذه المليارات لم يتم تهريبها خارج العراق؟ لا، في هذا التهريب يراد لفترة ويراد لتشكيل، يعني ما هي صعوبة لكن ياخذ فترة. هسا الدخل الدقيق للحكومه 12 13 مليار. طيب
عملوا مشاريع حتى تستوى بالبطالة. نعم. أنت شل البطالة كلها داخل الدولة. معقولة يصير التوظيف للدوائر وهي غير ملزمة أو غير محتاجة لهذا العدد؟ أكو دوائر العدد ضعف العدد المطلوب في هذه المؤسسة والباقي بطالة وخنس. يا أخي أكو مشاريع القطاع الخاص، دعم القطاع الخاص حتى يقدر يوظف الشباب الخليجيين في الصحة ورس عمل ورس العمل، بس في الدولة ما ممكن أن تكون هناك مشاريع زراعية صناعية ممكن خدمية. بحسب وزارة العمل دكتور هشام، بحسب وزارة العمل فإن الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة رغم وجود قانون يلزمها بذلك، إذا لمن تذهب نسب توظيف المعاقين باعتقادك؟ والله يا أخي لأن التوظيف حسب الانتماء وحسب القرب أو البعد من المسؤول أو الحزب. نعم. وهذا ما يشير الى بعض الاخوان انه التوظيف يكون مو بشكل يعني تكافؤ بالفرص، فكيف نفس الاخوان. الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الياور كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.